ولكن كل فلسطيني كان يسعى ويقول داخل قلبه وفي العلن وفي السر: اللهم توفيقا لشعب الجزائر، اللهم توفيقا لمنتخب الجزائر. فبكل تأكيد كما أنكم ترفعون علمنا فوق رؤوسكم وبين أيديكم في المنتخب، نحن والله نرفعكم أيها الجزائر فوق رؤوسنا، والله فرحتنا بكم كبيرة. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم في جديد حلقة جديدة على قناتي أنا حسام بالحاج. قلت لكم حجيكم من جديد لما يفوز منتخب الجزائر العظيم، وكنا متأكدين جدا أنه والله راح يفوز، لأنه أحباب الفلسطينيين والفلسطينيين أجمعهم يدعون لكل شخص جزائري بالفوز. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام بالحاج. برحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان، والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا، والمؤمنين تماما بأن الاحتلال سيزول من الأراضي الفلسطينية المحتلة إن شاء الله، لأن الاحتلال لا مكان له وسط الفلسطينيين. شفتوا يا من غزين العلم الفلسطيني كيف مرفوع وسط الجماهير الجزائرية؟ شفتوا والله إشي بشرف وبرفع الرأس، والله دي الأمانة. نحن كفلسطينيين معتزين تماما بالأحداث اللي صارت في المنتخب الوطني الجزائري، وكنا متأكدين تماما بأن الفوز للمنتخب الجزائري، لأن التوفيق من عند الله عز وجل بكل تأكيد. ولكن كل فلسطيني كان يسعى ويقول داخل قلبه وفي العلن وفي السر: اللهم توفيقا لشعب الجزائر، اللهم توفيقا لمنتخب الجزائر. فبكل تأكيد كما أنكم ترفعون علمنا فوق رؤوسكم وبين أيديكم في المنتخب، نحن والله نرفعكم أيها الجزائر فوق رؤوسنا، والله فرحتنا بكم كبيرة. مبارك لكم هذا الفوز ومبارك لكم هذا النصر، والله كم نفتخر بكم ونعتز بكم عندما نتحدث عليكم، كم نكون فرحين جدا. والله يمكن لو رأيتم البكاء والفرحة التي كانت في دموع الأقط كبار والصغار عند نصر الجزائر وعند فوزهم بالمنتخب، والله لم تصدقون. ما هذا الحب الذي بينكم؟ ما سبب هذا الحب؟ ألا السبب الحقيقي هو الله عز وجل، هو أن الله جعل بيننا حب عميق وحب بروح جميلة وعشق. سبحان الله والله، يعني يمكن مش عارف ايش اقول من كتر الفرحة اللي انا فيها، عن جد مش عارف ايش احكي وايش اقول عن جد. عم بنشاهدنا المباراة اهداف بكل احتراف، يا عم الكباتن واللاعبين لحالهم كبار، الكبار كبار يا عمي، الكبار كبار. فبكل تأكيد أحبابنا هنا في الجزائر نصرهم من عند الله عز وجل، سدد رميهم وسدد خطاهم، وبكل تأكيد كتب لهم التوفيق من عند الله عز وجل. كم نحن فخرين بكم شعب الجزائر العظيم، كم نحن نعتز بكم شعب الجزائر العظيم. والله 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 سنبقى دوما رافعينكم تيجان فوق روسنا، ستبقوا دوما أنتم فوق روسنا، ستبقى دوما ندافع عنكم ونحكي عنكم، لأنكم تيجان على رؤوسنا. من هذا المنطلق ومن هذا المقام نحب أن نذكر الجميع أن الحب الذي بين الجزائر وفلسطين هو حب عميق وحب روحي بكل تأكيد، والحب بدأ من أيام هوارب ميديا. لابد أن نستذكر في هذا المقام العظيم أن نستذكر الرئيس الأب هوارب مديم الذي قال: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، واليوم وغدا وكل وقت الشعب الفلسطيني مع الجزائر ظالمة أو مظلومة. وقال علمنا أبانا ياسر عرفات وقال: إن ضاقت بنا الأرض فليس بنا إلا دولة الجزائر، ما نروحش لأي حدا إلا لأخواننا وأحبابنا في دولة الجزائر. ولا يا جماعة يا إخوان يا متابعينا الكرام، كم أتمنى أن أزور دولة الجزائر، كم أتمنى أن يكون لي مكانة بين أحبابي وأهلي في دولة الجزائر، وقريبا سأزورها بإذن الله، اليوم أو غدا سأزورها بإذن الله، وهذه أمنية وستتحقق بإذن الله تعالى. المهم احنا الفرحة اللي بقلوبنا كبيرة ومسيعانا. مبارك لكم هذا الفوز، من نصر إلى نصر ومن تفوق إلى تفوق ومن تألق إلى تألق. نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الخير وأن يكتب لكم التوفيق وأن يكتب لكم التألق. ودوما وأبدا نعترف ونؤكد أنكم علمتم أولادكم على حب فلسطين، وخلق أولادكم على فطرة بأن يحبوا فلسطين،
فيا الله شو بدنا أحلى من هيك؟ شو بدنا أحلى من هيك من ناس بتعترف في القضية الفلسطينية ومفتخرة بالقضية الفلسطينية؟ ستبقون دوما تيجانا فوق رؤوسنا، ولن ننسى مواقفكم المشرفة، لن ننسى مواقفكم المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، والله نحبكم. وإن شاء الله سننقل لكم الأحداث أول بأول عن فرحة الشارع الفلسطيني وفرحة الناس إن شاء الله في فيديوهات أخرى أيضا، لكن أنا ما ساعتنيش الفرحة، لازم أطلع، لازم على السريع أطلع وأعبر عن فرحتي بأهلنا بالجزائر. شكرا منتخب الجزائر العظيم الذي نفتخر بكم، شكرا لفوزكم العظيم، شكرا لما فعلته داخل هذه المباراة، شكرا للضربات القوية التي وجهتموها للمنتخب الكاميرون. هارد لك للمنتخب الكاميرون، نسأل الله التوفيق لكم، لكن احنا كفلسطينيين حبينا انه الجزائر تفوز، والله رفعين راسنا فيكم، والله اهلنا واحبابنا في دولة الجزائر ومنتخب الجزائر رفعين راسنا فيكم، فرحانين جدا بفوزكم، انتم ابطال، انتم اقوياء، ومستمرين دوما بدعمكم ان شاء الله. والله نحبكم بزاف، ونحبكم بقوة وبكثير وبكل معنى لغات الارض، نحبكم. I love you so much, I love you so much, I love you so much. نحبكم كثيرا وشكرا لكم، ومبارك هذا الفوز. صح نفسي أقول كثير وأحكي كثير، بس الفرحة مش سيعيني. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم أن نصلي في المسجد الأقصى سويا، أن نحرر فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني، أن يكتب لكم ولنا الخير بإذن الله تعالى. ومنتصرين، خاوة على قلت الفلسطين، منتصرين غيظا. هذا الفوز بس غيظ بالمطبعين، غيظ بالمحبطين، انه الجزائر ما زالت تنتصر وتسطر، وعقبال فلسطين ان شاء الله. هيك وتابعنا الكرام، وصلنا هات حلقتنا لهذا اليوم، عملنا اغاني لهنا في الجزائر، الاغاني هذه اغاني بمناسبة فوز منتخب الصحراء منتخب الجزائر، هاي موجود تحت، انزلوا تحت شوفوا الاغاني وشاركوها وشاهدونا اياها، هاي بصندوق الوصف، اشتركونا في هذه القناة لنوصل للمئة الف مشترك، واللي بخش القناة هاي جديد وبشتركش جزائري انا حزعل، انزل هلقيت، انزل هلقيت هلقيت وانت شايفني، انزل واشترك في القناة واضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان اوصل المئة الف مشترك، ورح اوصل ومستمرين ان شاء الله. شكرا لفوزكم العظيم، شكرا لإهداءكم هذا الفوز لفلسطين، والله نحبكم بزاف، وسنبقى على متابعة معكم أول بأول، وياريت تشتركونا في القناة إن شاء الله، وفعلوا زر الجرس، خلينا نوصل 100,000 ونفرح مع بعض إن شاء الله. ولنا زيارة قريبا في الجزائر، وبمناسبة شهر رمضان كل عام وأنتم بألف خير، شهر مبارك، شهر الخير عليكم، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. هيك وصلنا هات حلقتنا لهذا اليوم، كان معكم حسام بن الحاج، بأمان الله واستودعكم ربي، والله الفرحة كبيرة. السلام عليكم. شعبك الطيب يا هالجزائر يعيش بمحبة مع طير الطايب، فلسطين دمي عشق الجزائر، اسألوا عنها الشهداء المليونة، فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كان عاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل.